بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين بنيك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار ومالية، ومتى سألت الدار عن أهلها يعد الصدى سؤالي منها ثانية. ومعالم أضحت مآتم لا يرى فيها سوى ناع يجاوب ناعية. قصد الحسين إلى العراق وظنه ترك النفاق، إذ العراق كما هي. ولقد دعوه إلى العنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعية. قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية، ماذا طعم فراتهم حتى قضى عطشان وغسل من دماء القايا. يا
يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ البتول وأخ وابن البتول وأخ الزكي وابن البتول الزاياك يا تبكيك عيني لا لأجل مثوبة تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك يا باكي تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية يلي تناشدني على من تهمل العين كل البكاء والناح والحسرة على حب بقلبي وتظهر بصبها دموعي مجبور في حبه ولا اشوف بطاعي يا ليت قبل ضلوعه رضت ضلوع ومن قبل خدة تعفرت مني الخدة أبكي على مصاب بكل صبح ومسي أنحب وساعد بالبكاء الزهرة الزكية لا زال تندب يا ذبح الغاضري يا حسين يا ابني يا عزيز وقرة العين لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لو علم الناس ما في زيارة الحسين لطلبوها بغوص اللجج وبذل المهج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين بفضله وبعظمته وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد يوما فيوم تقترب أيام زيارة المولى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وتتحرك زحوف الزوار بل أمواج الزوار متجهة إلى كعبة محبتها إلى ولي نعمتها إلى مولانا وإمامنا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والعجيب
أن من يقصد إلى زيارة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما لمسته في كثير من زياراتي، أن من يتوجه إلى زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يلتفت إلى ما في زيارة الحسين من الثواب، مو ملتفت إذا كان أكو ثواب بزيارة الحسين ولا ماكو ثواب بزيارة الحسين، هو يخرج قاصدا للحسين لأنه يعد الحسين بالنسبة إليه كل شيء. هذا الشاعر الذي أنشأ هذا البيت وأنشده وأنشأ هذا البيت وأنشده أصاب كبد الحقيقة عندما قال: تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية. القاصد لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه غير ناظر، هو هذا محصل، يعني الأمر بالنهاية الله سبحانه وتعالى قد أعده لزائر الحسين. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي يقول لصاحبه: واقصر بين خطاك، فإن الله عز وجل قد جعل لك في كل خطوة حجة وعمرة. هذا الله سبحانه وتعالى لابد أنه سبحانه معطيه لزائر الحسين. لكن قلت أن العجيب في شأن زوار أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنهم يقصدون لزيارة الحسين بأبيه وأمي غير ملتفتين إلى الثواب، بل قائدهم حبهم لإمامهم، لا نظر إلى ثواب ولا نظر إلى ما أدري جنة ولا. هذا أمر عجيب. الحسين بأبيه وأمي أخذ مجامع القلوب، الحسين بأبيه وأمي سيطر على القلوب. لكن مما لابد أن نلفت أن ألفت انتباه نفسي إليه وانتباه من يقصد لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي، حتى تكون الزيارة إن شاء الله تبارك وتعالى تامة وكاملة، أنه ينبغي على زائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يتأدب بآداب عديدة. هذه الآداب ليست من إنشائي ولا من إنشاء العلماء الأجلاء والمراجع الكرام، إنما هذه الآداب مما أدب بها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شيعتهم القاصدين لزيارتهم، استحبابا حتى يبلغ الإنسان جنابك من تروح إن شاء الله الله يبلغنا وإياك إلى الزيارة. لما جنابك تقصد إلى الزيارة فإنك تسير في رحلة الكمال، تريد توصل إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من تزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه تبلغ إلى درجة من درجات الكمال. هذا الكمال نسبي ومتفاوت، يتفاوت هذا الكمال من فرد إلى فرد ومن شخص إلى شخص. هذا الكمال لا يتحصل للزائر إلا بامتثاله لأوامر المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خلي أمشي لك شوية شوية في أدب من آداب زيارة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين بشكل عام، زيارة الحسين بوجه خاص. أكو أمور متعلقة بزيارة الحسين على وجه الخصوص، راح أقدم شيء على شيء. الإمام الصادق بأبي وأمي بلغه أن جمعا من أصحابه إذا قصدوا إلى زيارة الحسين يأخذون معهم الزاد، شلوا يا زاد يروح لزيارة الحسين. الإمام سلام الله عليه جمع قال لهم: سمعت أنكم، مع الكلام الإمام قال: سمعت أنكم إذا قصدتم زيارة جدي الحسين تأخذون معكم الزاد. قالوا: بلى يا ابن رسول الله. قال: أرأيتم إن قصد أحدكم قبر أبيه هل يأخذ معه الزاد؟ إذا واحد يروح يزور قبر أبوه يأخذ وياه زاد؟
ذاك اليوم الظاهر مو ملتفتين ذولا أهل الولاية إلى هالمسألة. التفت الإمام الصادق واستعبر حتى جرت دموعه، ثم قال لهم: إن جدي الحسين قتل عطشانا فزوروه عطاشا، إن جدي الحسين قتل جائعا فزوروه جياعا، إن جدي الحسين قتل أشعثا أغبرا فزوروه شعثا غبرا. خلي يصير عندك تفاعل من تروح لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنا أتعجب من بعض أهل الإيمان الله يحفظهم، الآن في بعض الأماكن يتمازح يضحك، أنا أتعجب في من يسير بين الحرمين وترتسم ابتسامة على وجهك، أنا أتعجب جدا أتعجب، كيف من يسير بين حرم الحسين وحرم العباس يعطيه قلبه أنه يتبسم، هذا مكان الله بس العالم فيه وما جرى في هذا المكان. قدمت أمرا على أمر، الآن أرجع إلى أول الأمور. أئمة أهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين تأديبا منهم لشيعتهم ينصون على استحباب صيام الزائر قبل قصده إلى الزيارة 3 أيام، يستحب لزائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي، أكو نصوص عندنا تفيد هذا المعنى، أن يصوم الإنسان لله سبحانه وتعالى 3 أيام قبل قصده لزيارة الحسين. أي صيام؟ أي صيام هذا؟ أنا ما وفقت كثيرا في شهر رمضان ولا قبل شهر رمضان أكون في خدمة الأعزة في هذا المكان العامر، لا بس الآن أجيب مسألة في الصيام، مو مسألة فقهية، مسألة فيما يتعلق بالصيام وأنواع الصيام وأي صيام هو المراد من الزائر. أهل العلم، أهل الفقاهة، أهل الدراية قسموا الصيام إلى عدة أقسام. القسم الأول أطلقوا عليه صوم العوام، صوم العوام. شنو هذا صوم العوام؟ قال: صوم العوام هو الصوم عن المفطرات عند بعض الفقهاء 9، عند بعض الفقهاء 10. بعض الفقهاء يرى أن المفطرات 9 وبعضهم يرى أن المفطرات 10. المفطر اللي بعضهم اختلف في مسألة الدخان، الدخان الغليظ هل هو من المفطرات ولا مو من المفطرات، اختلف بعض العلماء في المسألة. أما عامة العلماء، عامة مراجعنا أعلى الله كلمتهم، خصوصا المعاصرين منهم، يرون أن المفطرات 10. من أمسك عن المفطرات 10 في الحد الشرعي وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أمسك عن الأكل والشرب والجماع والاستمناء والارتماس بالماء إلى آخر المفطرات، شو يقولون للفقهاء؟ يقولون له صائم، أمسك في الوقت المحدد. أما منع الله سبحانه وتعالى عباده أن يأتوا به في حال الصيام، هذا يسمونه صوم العوام، صوم لكنه صوم عوام، صوم بس صوم عوام. صوم العوام حاشاكم بعيد عنكم، قد يصوم الإنسان عن المفطرات 10 لكن جوارحه لا تصوم، ماخذين بالمدارس سامعين وقارين في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله مر بدار امرأة في نهار شهر رمضان تشتم جاريتها، وقف النبي صلى الله عليه وآله والتفت إلى واحد قال له: جيبوا لها هذه أكل، جيبوا لها أكل. قالت له: يا رسول الله صائمة. قال لها: وينك وين الصيام؟ هذا حال واحد صائم. صائمة شتيمة وسباب لجاريتك ما يصح، إذا صمت فلتصم جوارحك، يقول للإمام الصادق
إذا صمت فلتصم جوارحك. هذا النوع الثاني من الصيام، النوع الثاني من الصيام اللي الصيام اللي أرقى، صوم الإنسان عن المفطرات العشرة وصوم الجوارح، صوم العين، صوم الأذن، صوم اللسان، عما نهى الله سبحانه وتعالى وحرم. العين ما تنظر إلى الحرام، الأذن ما تسمع حرام، بعد الحرام حرام. أنا بعض المؤمنين أقول له، يقول أنا في نهار شهر رمضان ما أسمع غناء، بس بعدين بالليل أسمع، أقول حرام عمي، حرام حرام حرام، هو حرام، ما يجوز، حرام، لا ترتكب الحرام. عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يوم من الأيام قاعد ينصح أصحابه، شو يقول لهم؟ يقول لهم إني لا أنهاكم عن الزنا، أنا ما أقول لكم لا تزنون، ولكني أنهاكم عن أن تفكروا فيه. لا تجري مسألة الذنب على ذهنك، لا تجريها على خاطرك، هذا صوم الجوارح. مثل ما يصوم الإنسان عن المفطرات العشرة المنصوص عليها في الرسائل العملية، تصوم جوارحه عما نهاه الله. هذا شو يسمونه؟ يسمونه صوم الخواص، صوم الخواص. أكو واحد من علمائنا اسمه الميرزا محمود نظام العلماء، رضوان الله تبارك وتعالى عليه، كاتب رسالة أخلاقية، الآن أنا أشرف على طباعتها إن شاء الله تطبع. رسالة أخلاقية يتناول مسألة الصوم، في ضمن هذه الرسالة يقول يوجه الكلام لي ولك، يقول لك يا إنسان، أيها الإنسان، هذه الجوارح كلهم عبيدك وتحت إمرتك، أنت تملكها، أنت تملك العين، أنت تملك الأذن، أنت تملك اللسان، أنت تملك جوارحك، فلا تجعل عبيدك يتمردون عليك، لا تخلي العبد يتمرد عليك، أنت حتى ما تخلي العبد يتمرد عليك، لازم تكون رقيب على عبدك في كل الأحوال، حتى العبد لا يروح يمين ويسار، حتى يلتزم العبد أمرك، خلي جوارحك هذه كلهم عبيدك وتحت إمرتك، إذا رامت جارحة من جوارحك أن تخالف أمرك عاقبها، عاقبها، لا تخليها. سامعين قضية هذا العالم اللي عايش بقرية واحدة، ناصب له كوخ وطالع قافلة الزفاف لبنات أحد الملوك، في أثناء هالحركة صار أكو حدث معين، عاصفة وتاهت هذه بنت الملك، تدور لها مكان، ما شافت لها الكوخ، فلجأت إلى الكوخ، هذا عالم عابد تقي ورع، قرع عليه الباب، فتح الباب، وإذا امرأة فتاة عروس ليلة عرسها، يعني في غاية الجمال، وبنت ملوك مبين عليها الثراء، خير؟ قالت له ضايعة. قال له وش تريدين يعني؟ قالت الدنيا ليل وانت رجل. قال له يعني المطلوب شنو؟ قالت له يعني شنو المطلوب؟ ما عندك غيرة، امرأة وضايعة، أتيها أنا بالشوارع، أروح بالبار، تأكلني السباع. قال لا لا تفضلي ادخلي. وين أنا؟ قال لها نامي على سريري وأنا أقعد أشوف لي مكان وأقعد. أشعل شمعة وطال فتح الكتاب يقرأ في شمعته، يقرأ في كتابه عفوا، كلما حدثته نفسه أنه شوية مو أنه يرتكب الفاحشة، طلع عليها يعني ما يخالف، لو طلع له نظرة، مد إصبع من أصابعه إلى النار وأحرق إصبعه،
وهو يحدث نفسه يقول له هذه نار الدنيا، هذه نار الدنيا، حط بالك ترى نار الآخرة. إلى أن أحرق أصابعه العشرة، عشر أصابع حرقها. قامت هذه من النوم شافتها ضام إيده، خير صاير؟ قال لها خير. فعرفت هذه المسألة وغابت. من زوجك؟ قالت لا لا، ما أتزوج إلا من رجل هذا الرجل ما عنده ولا إصبع في يده. أنت مجنونة؟ قالت لا عاقلة، أنا الآن في غاية العقل، في قمة العقل أنا. شو القضية؟ فحدثت أباها بما جرى على هالعالم. قال دوروا لي واحد، افتروا البلاد كلها إلى أن تجدوا لي شخص على هذه الهيئة. وصلوا إلى هالعالم قالوا له أكو واحد على هالهيئة. قال أنا ما أريد أحسسه بشيء، قولوا للملك داعيك على مائدة، عفوا هو أحرق يده، أحرق أصابع يده اليمنى وترك أصابع يده اليسرى. جاب إلى السفرة، نصب السفرة، قال له تفضل، مد يده اليسرى يريد أن يأكل. قال له مو عيب عليك، عالم جليل تقي ورع، أنت تنهون الناس عن الأكل باليسار، مد يدك اليسار تأكل. قال له أنا معذور. قال له ليش معذور؟ قال له الإيد اليمنى فيها علة. قال له ما أصدقك، راوني إيدك إلا أشوف إيدك شويها. قال له ما يحتاج. قال له لا إلا أشوف. تتعذر إيدك فيها علة؟ مو عذر، خلنا نشوف هذا العلة شنو. أخرج يده وإذا أصابعه الخمسة محروقة. قال أنت اللي إحنا ندور عليك من زمان، ندور عليك حتى نزوجك هذه بنت الملوك. هذه جوارحك اجعل نفسك رقيبا عليها. هذا الصوم، القسم الثاني من الصوم صوم الخواص، صم الجوارح عن ارتكاب الحرام. القسم الثالث وهو القسم المرغوب والمطلوب في زيارة الحسين، في صيام شهر رمضان، في صيام المستحب، في الصيام بالنذر، في الصيام بالعهد، في الصيام باليمين إلى آخره، أنواع الصيام واجبها ومستحبها. هذا المطلوب الثالث، صيام خواص الخواص. شنو صيام خواص الخواص؟ قال هو صوم العوام زائد صوم الخواص اثنين، وبعد قال وصرف الجوارح فقط وفقط إيقافها، وقف. تعرفون الوقف؟ الله يرحم من أوقف، اللي أوقفوا الحسينية قالوا هذا وقف. وقف يعني شنو؟ يعني وقف، لا يباع، لا يورث، لا ما أدري شنو، وقف. وقف على منو؟ قال وقف على الحسين، هذا المبنى وقف على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ما يصير إلا للحسين. شو يقولون صوم خواص الخواص؟ قال وقف إيقاف الجوارح فقط وفقط، أن توقف جوارحك فقط لمحمد وآل محمد. فلا تبصر عيناك إلا فضائلهم وأحاديثهم ومناقبهم ومراتبهم وعظماتهم، ولا تسمع أذناك إلا كل حديث عنهم، متمثلا هذا القول عنكم، وإلا فالمحدث كاذب. توقف هذه الجوارح بس لهم، هذا المطلوب والمرغوب لزائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. جوارح ما لها شغل، ما تعمل الجوارح إلا بس للحسين، بس للحسين صلوات الله وسلامه عليه. هنيئا أنا أغبط بعض الأعزة، أغبطهم على أعمالهم، ذولا خصوصا اللي في مطبخ الحسين سلام الله عليه، تلفح أيديهم ووجوههم النار، هنيئا لكم. أي والله هنيئا لكم، هنيئا لكم. الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بنعمة ما أنعم الله سبحانه وتعالى على غيركم بمثلها. والله هذا صنع زاد الحسين لمحب الحسين، الله أكبر، الله أكبر. أكو حديث في الغدير،
هذا تقدر تعمم الحديث. الحديث في الغدير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه له خطبة في الغدير. أكو خطبة أمير المؤمنين غير خطبة النبي. خطبة في الغدير لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، راويها مولانا وإمامنا ثامن الأئمة أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ذكر هذه الخطبة مولانا شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تبارك وتعالى عليه في كتابه مصباح المتهجد. آخر الخطبة، ما أريد أجب أول الخطبة، أول الخطبة فيها فضائل، فيها مقامات، فيها عظمات للنبي، فيها عظمات الأمير المؤمنين وأهل العصمة، أريد أجب آخرها. من فطر صائما، ما قال فقير، ما قال فقير، من فطر صائما مؤمنا، صائم مؤمن، غني فقير محتاج مو محتاج، من فطر صائما مؤمنا ثم بدأ يعد بأصابعه، فكأنما فطر فئاما وفئاما وفئاما إلى أن عقد بيده عشرة. فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين، وما الفئام؟ قال: 100,000 نبي و 100,000 صديق. هذا اللي يطعم على حساب أمير المؤمنين، اللي يطعم على حساب أبي عبد الله، هذا اللي يطعم على حساب الحسين صلوات الله. شيء عجيب يا أخي، والله شيء عجيب. زاد الحسين سلام الله عليه، أنا ما يخالف جينا زاد الحسين، خل أروي لك روايتين. رواية أرويها عن الحاج المرحوم، أنا أصحاب بعض أبائنا اللي كانوا فيها الحسينية، والله أنا ما أنكر فضلهم، حرام علي إنكار فضل هؤلاء الأفاضل، كثير تعلمت والله، الله يرحمهم جميعا. جلس هذا الكرسي، الله يرحم الحاج أبو محمود رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، ورحم الله أمواتكم جميعا، الله يرحم من مضى منها أهل هذا الجمع، نسأل الله سبحانه وتعالى. والله ما ندعو لهم، نقول لهم أنتوا ادعوا لنا، أنتوا الآن في منزل كريم، أنت في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أي والله، هم الآن في مقعد صدق، عاشوا حياتهم في بيت الحسين صلوات الله وسلامه، في خدمة الحسين، وارتحلوا، أكيد الحسين سلام الله عليه استقبله بأبيه وأمي. يقول قبل ما تؤسس الحسينية، حسينية آل محمد، إحنا كان عندنا بيت نطبخ فيه، نطبخ فيه زاد الحسين، يوم العاشر من المحرم نوزع زاد أبي عبد الله. جار البيت كان رجل هندوسي، ما أدري أولاده سامعين القصة، غير بقية الأعزة سامعين، إذا مو سامعين اسمعوا مني. يقول جار الحسينية، جار البيت هندوسي، إذا وزعنا الزاد يقوم هذا الهندوسي يجمع ما يتبقى، اللي ساقط من الجدر، اللي طايح بالأرض يقوم يجمع. واحد من آباء الكرام التفت له الهندوسي، شافه مرة مرتين، عاشر عاشرين، ثلاثة أربعة، هذا فعله. قال له، التفت له، قال للهندوسي، قال له: بدل ما تلم هذا اللي يطيح على الأرض، احنا نعطيك من راس مرفوع، الآن احنا نشيل لك من الجدر ونعطيك، ما يحتاج تلم هذا. قال له: حجي، انتم ما تعرفون قيمة هذا. قال له: شلون؟ قال له: اي والله ما تعرفوا، انتوا لو تعرفين قيمة هذا اصلا ما تركتوا. قال له: عرفني شنو قيمته. قال له: شوف حجي، انتوا كل سنة تطبخون وتوزعون، وهذا الانثار انا اجي اشيله، انشره على سطح الدار حتى ينشف، اذا نشف طحنته، اذا طحنته خليته باكياس، واي واحد رايح الهند لقريتنا اعطيه هذه الاكياس يوديها الى الهند. منذ أن جاورتكم إلى هاليوم كل سنة أودي هذا المقدار، إذا مرض واحد بقريتنا من أهل قريتنا ما يودونه للطبيب، يعطونه ملعقة منها.
فيشفيه الله ويعافيه من بركات زاد الحسين. من بركات هندوسي هندوسي هندوسي، بس عندنا بشر حتى الكفار أحسن منه. عندنا بشر حتى الكافر أعظم منا وأعلى قدر منا. هذا هندوسي يقول هذا زاد الحسين شفاء، شفاء دواء. هذا عندي خال من أخوالي الآن حي يرزق. هذا الخال يقول طول السنة ما أكل عيش، طول السنة عيش ما أكل، محافظ على السكر، لا يرتفع السكر لا ينزل السكر. يقول حدث عني، وإذا الله سبحانه وتعالى أخذ أمانتي جيب اسمي. الآن لا تجيب اسمي، إذا أنا ارتحلت من هالدنيا جيب اسمي، بس ما دام أنا في الدنيا لا تجيب اسمي. يقول لي ابن أختي الله الشاهد، كل مرة أروح للطبيب يقول لي حجي ما تضبط سكرك، تعبتنا، حافظ على طعامك، نقول لك لا تاكل تروح تاكل، نقول لك لا تشرب تروح تشرب، السكر عندك غير منتظم، يا مرتفع يا نازل. يقول شيخنا ابن أختي الله الشاهد يومين في السنة لما أراجع للطبيب الطبيب يقول لي عجيب، أشوف منتظم السكر عندك اليوم. أي يومين؟ يقول يوم سابع يوم عاشر. يقول يوم سابع ويوم عاشر آكل عيش مال سنة، كل ما الله أعطاني قوة آكل، آكل من زاد قمر العشيرة ومن زاد الحسين. الله الشاهد علي، أروح للطبيب ياخذ عينة يقول لي عجيب حجي، أشوف اليوم منتظم السكر، الظاهر محافظ على الأكل. حسين 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 أبا عبد الله سيدي يا أبا عبد الله، دخيل اسمك الشريف سيدي يا أبا عبد الله، تحت ظلك يا أبا عبد الله، وين الروح؟ ما لنا ملجأ، وين؟ ما لنا ملاذ، أنت الملاذ، أنت الحما، أنت النجاة. الله يرحم هالشاعر، يقول خاطب كربلاء يقول لها أنت النجاة لمن يزورك من عزيز أو ذليل. حسين 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 يا أبا عبد الله، الله يبلغنا وياكم الزيارة. آخر أدب قربنا الوصول إلى بعد، أكو آداب كثيرة. أهل العلم يقولون للزائر أن يختار في زيارته أحد حالين، الحالين منصوصين، إما أن يزور الحسين سلام الله عليه بزيارة جابر، جابر ابن عبد الله الأنصاري. شلون زيارة جابر؟ توصل الكربلة وقبل لا تروح حرم الحسين تروح إلى السكن وتغتسل وتلبس ثياب نظيفة وجديدة وتخلي لك عطر وتقصد لزيارة الحسين، وتكون قد أديت مستحبا. أوصيكم وأوصي نفسي يا مؤمنين، إذا زرتم المراقد الشريفة البسوا أحسن ثيابكم، أجمل ثيابكم. أنا شايف مناظر لبس يدخل على في حضرة المعصوم مخزي مخجل. أهل العصمة يوصون البس أفخر ثيابك أحسن ثيابك، دور لك العطر الغالي اللي تشتريه غالي، هذا العطر الغالي خليه للحسين، خليه للأئمة الطاهرين، اجعل أحسن عطورك لهم بأبيهم وأمي. يقول هذا حال، والحال الثاني قال الحال الثاني أن تزوره بزيارة أخته الحوراء سيئة. شلون زارت أخوها؟ 40 يوم مفارقة جسد، 40 يوم مفارقة كربلة زينب. وشلون مفارقة كربلة؟ رجعت لدارها للمدينة واستراحت زينب،
ولا زينب العزيزة المدللة المخدرة المجللة من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان، من ظالم إلى ظالم، من طاغي إلى طاغي، من باغية إلى من باغ إلى باغ. ما وصلت زينب كربلاء إلا قلبها مخلص زينب، ما بقى له قلب، ما بقى له قلب بأبيه وأمي. وصلت والغبرة تعلوها بأبيه وأمي، راحت مكان تبدل العبات المحروقة بأبيه وأمي، عبات محروقة، ريحة الدخان بعدها بعباتها. أقبلت بأبيه وأمي حتى لاحت لها معالم كربلاء، بس شافت أرض كربلاء سالت دموعها، صاحت يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها، ما حال جثة ميت في أرضكم، بقيت ثلاثا لا يزار مقامها، بهالأرض خيل الأعادي جسم خويا داسته، يا نزول الغاضر يا خمرون بحفرته، بهالأرض عباس قطع وجفوفه طاح العلا، بهالأرض شيخ العشيرة استخرجه وقلبه بسها، بهالأرض هجموا علينا وشتتونا من الخيا، والولي مرمي وعينا تشوف حالة نسوته، رأت قبر أخيها ألقت بنفسها من على ظهر الناقة على قبر أخيها، لاح قبر حسين لها وانذهل منها القلب، وخرت من على الناقة على قبره ومدامعها تصب، صاحت اقعد شوف متنيش حل عليه من الضرب، وانظر السجاد من بعدك صارت حالته، خويا لا ينكشف قبرك لحب اللحد وتمدد بكترك، أنا شبيد ردت عمري دون عمرك، وانت اللي تغسلني يا الحسين، وانت اللي تغسلني يا الحسين. آخر بيت شكاية الحوراء زينب لأخي، أخويا هاي ما كانت على البال، أطب المجلس وبزنودي الأحمر، وراسك بالطشت وتشوف العيال بيد الصاط ويوسم المبسم،
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، إلهي بالحسين الوجيه، بجده وأبيه، بأمه وأخي، بالأئمة المعصومين بني إلهي، لا تحرمنا ذكر الحسين. إلهي لا تحرمنا البكاء على أبي عبد الله. إلهي لا تحرمنا النياحة على الحسين. اللهم اجعلنا مع الحسين في الدنيا والآخرة، ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، ارزقنا وجميع المؤمنين قريبا عاجلا زيارة محمد وآل محمد.